أسعد الله مساءكم. في الثلاثين من ديسمبر من عام 89 وتسعمائة وألف تم التوصل إلى اتفاق برعاية سعودية في مدينة الطائف أنهى الحرب الأهلية اللبنانية. تعد وثيقة الوفاق الوطني اللبناني الشهيرة باتفاق الطائف المرجعية الأولى التي تستند إليها السيادة اللبنانية كمرجع نهائي يستمد منه اللبنانيون وفاقهم الوطني بعد الحرب الأهلية الطاحنة. في 14 فبراير 2005 تم اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري الذي يعد عراب اتفاق الطائف، ما أصاب الوفاق اللبناني بخلل واهتزاز وتصدع أوشك أن يودي بالبيت اللبناني لولا الجهود العربية والدولية. اغتيال الحريري أدى إلى ظهور ما يسمى بثورة الأرز، أدت إلى إخراج القوات السورية من لبنان وقيام محكمة دولية من أجل الكشف عن قتلة الحريري ومحاكمتهم. كانت سوريا في السنوات الماضية الطرف الذي تحوم حوله الشكوك بصورة رئيسية، ولكن في الشهور الأخيرة برز اسم حزب الله إلى السطح، مما ينذر بتصاعد المواجهات بين الخصوم السياسيين في لبنان، خصوصا بعد تهديد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بقطع اليد التي ستمتد للقبض على أي عنصر من عناصر الحزب. تورط حزب الله المزعوم جاء بعد هروب علي رضا أصغري الجنرال السابق في الحرس الثوري الإيراني إلى الولايات المتحدة وادعائه تورط عماد مغنية العضو البارز في حزب الله في عملية الاغتيال. نذكر بأن مغنية قد اغتيل في دمشق عام 2008. نتساءل إلى أين يتجه لبنان في هذه المستجدات والأحداث، وعلى ماذا ارتكز ميشيل عون عندما قال إن الحريري يعرف من قتل والده. سنعود بعد هذه الوقفة الخاصة برسائل مشاهدينا. لدي رسالتين اثنتين. الرسالة الأولى من والد المهندس خالد حسين السلع من الأردن، يقول: اللهم إني أشكو إليك ضعفي وقلة حيلتي، أرجو نشر محتوى هذه الصرخة لعلها تجد من يسمعها من مسؤولي هذه الأمة الغارقة في سباتها، كما يقول: شاكرين لكم ما تبذلونه من جهد في هذا المجال. والد المهندس خالد حسين السلع يقول، والعهد على الراوي طبعا، لا أظنه يبالغ أو يزايد لأنه هذه مسألة ليست فيها مزايدة، يقول بأن ابنه خالد حسين السلع كان مع القافلة الأخيرة التي ذهبت إلى غزة، دخل إلى غزة مع الداخلين، ولدى خروجه ووصوله في اللاذقية كان آخر اتصال به يوم 16 من شهر 10 في مدينة اللاذقية السورية. يقول والد المهندس خالد حسين السلع بأن ابنه معتقل الآن في سوريا ولا يعرف أي أخبار عنه. لماذا يعتقل في سوريا؟ ما هي الظروف؟ ما هي الملابسات؟ ما هي التهمة؟ لا أحد يعلم. يطالب بتدخل الخيرين في هذه الأمة لإطلاق سراح ابنه كما يقول والد. إذن رسالة من والد المهندس خالد حسين السلع. الرسالة الثانية من حرية وإنصاف، تواظب على مراسلتنا حرية وإنصاف من تونس، تقول: الرسالة: تمت يوم عيد الإضحى مطاردة سجين الرأي السابق آدم بوقديدة بمدينة سوسة من طرف أعوان البوليس السياسي الذي داهم مقر إقامته، مما اضطره إلى محاولة الفرار فسقط من الطابق الثاني من عمارة، مما تسبب له في كسر كلتا يديه وكسر في ركبته ونزيف في معدته، وهو الآن بقسم الإنعاش مستشفى سهلول في حالة غيبوبة ويخضع لحراسة أمنية مشددة، وقد زاره عدد من أفراد عائلته حيث أعلمهم الإطار الطبي أن بقاءه في المستشفى لا يعود إلى إدارة المستشفى بل إلى البوليس السياسي. وتجدر الإشارة إلى أن السيد آدم بوقديدة كان طالبا في سنة التخرج بجامعة الأزهر حيث سلمته السلطات المصرية إلى تونس، أين أحيل إلى القضاء وقد قضى ما يزيد عن 3 سنوات في السجن على خلفية قانون الإرهاب التي تسميه منظمة حرية وإنصاف اللا دستوري، وبعد إطلاق سراحه تعرض إلى مضايقات ومداهمات وإيقافات عديدة من قبل البوليس السياسي، مع العلم أنه متزوج وله طفلة صغيرة. أعود إلى موضوع حلقتنا الليلة. الجديد فيما يتعلق بالوضع في لبنان هو تصريحات رئيس التيار الوطني الحر الجنرال ميشيل عون المتحالف مع حزب الله، الذي حذر من أن صدور القرار الظني من قبل المحكمة الدولية حول اغتيال الحريري قبل جلاء قضية شهود الزور سيؤدي إلى اندلاع أعمال حربية في البلاد،
مؤكدا أن الحريري يعرف من اغتال والده، لكنه حرص على عدم الإفصاح عن أكثر من ذلك. وحذر عون في لقاء مع جمعية الصحافة الدبلوماسية في باريس من أن رد فعل حزب الله سيكون أكثر عنفا لأن الحزب بريء وينبغي عدم اللعب بالنار كما قال. وأضاف عون: لا أحد يرفض المحكمة وهو أول من طالب بها، لكنه ضد الاستنساب في العدالة، وندد بتركيز التحقيق منذ 4 سنوات على سيناريو ضلوع سوريا وحده. وقال عون: أصابع الاتهام منذ الاغتيال وقيام المحكمة الخاصة بلبنان وجهت باتجاه واحد، إلى سوريا أولا ثم إلى حزب الله حاليا، لغرض الانتقام السياسي وتصفية الخصوم، وليس للبحث عن قتلة الحريري على حد قوله. وتساءل عون: لماذا بقيت إسرائيل خارج التحقيق فيما أنها الوحيدة التي تملك وحدة للموساد متخصصة في الاغتيالات السياسية؟ ويشهد لبنان حاليا كما هو معروف طبعا للقاسي والداني ومن يتابع الوضع في لبنان حالة من الترقب في انتظار قرار ظني من المحكمة، علما بأن حزب الله يتهم المحكمة الدولية التي كلفتها الأمم المتحدة بالتحقيق في اغتيال الحريري عام 2005 بأنها مسيسة وتخدم مصلحة إسرائيل وبأنها تستند إلى شهود زور. ميشيل عون يقول: الحريري يعرف من قتل والده. هل أراد عون استفزاز الحريري أم لديه معطيات ومعلومات مؤكدة؟ هل يعود لبنان إلى النفق المظلم الذي خرج منه باتفاق الطائف؟ هل يقبل حزب الله التحدي ويبادر إلى مقارعة المحكمة بالحجة وإثبات براءة عناصره بدل رفض التعاون معها والتهديد بقطع يد كل من يمس أيا من عناصره؟ نتساءل إجمالا إلى أين يتجه لبنان وعلى ماذا ارتكز ميشيل عون في حديثه بأن الحريري الابن يعرف من قتل والده عام 2005. هذا هو موضوعنا ليلة، لمن أراد أن يشارك معنا بالرأي والتعليق، ونرجو أن تأتينا معظم المشاركات من لبنان على أساس أنهم أهل مكة أدرى بشعابها، ولا نريد المشاركة لأجل المزايدة، نريد مشاركة تحليلية الفاعلة التي تفيد وتضيف في هذا البرنامج. ضيفنا في البداية السيد جورج شاهين، عضو المكتب السياسي لحزب الكتائب اللبناني من بيروت. سيد جورج شاهين، مساء الخير. يعني يعطيك العافية. الله يعافيك. لو سألتك أولا حول تصريحات ميشيل عون في الحقيقة عندما يقول بأن الحريري يعرف من قتل والده، برأيك طبعا على ماذا ارتكز ميشيل عون في هذه التصريحات؟ يعني بالحقيقة عبر العماد عون في كلامه، وخصوصا عندما أكثر منه في العاصمة الفرنسية، عن نظرية متكاملة واكبت عقدين من الحياة السياسية للعماد عون، وهي نظرية متكاملة يعبر عنها بشكل تسلسلي، لكن هناك زوايا كثيرة منها تعبر عن موقف شخصي أو قراءة شخصية. هناك خلاف حول الكثير من المحطات التي أشار إليها. عما إذا كان الرئيس الحريري يعرف من قتل والده، لا أدري إذا كان ذلك صحيحا، لكن أرى أن نسبة كبيرة من اللبنانيين مقتنعة بأنه لم يعرف بعد حتى هذه اللحظة من قتل والده. وإلا لكنا نحن في حزب الكتائب نحن الذين خسرنا وزيرا ونائبين، الشيخ بيير أمين الجميل والنائب الرفيق أطوان غانم، لا ندري حتى هذه اللحظات من قتلهما. ونراهن على المحكمة الدولية، نراهن على تحقيق دولي شفاف لمعرفة الحقيقة وتحديد هوية من قتل رفاقنا كما من قتل الرئيس الحريري وباقي شهداء. ذلك أن الحديث حتى هذه الساعة هناك أشخاص وشخصيات لهم توجهات سياسية يبرئون سوريا ويتهمون حزب الله، يبرئون حزب الله ويتهمون سوريا. هناك كلام غير رسمي. أنا حتى هذه اللحظة لم أسمع من رئيس المحكمة أو من المدعي العام أي كلام جدي حول من نفذ هذه الجرائم، أو عما إذا كانت المحكمة قد وصلت حتى هذه اللحظة إلى تحديد هوية من خطط ومن دبر ومن نفذ هذا المسلسل من الجرائم. تصدر إشاعة من هنا، خبر في جريدة دير شبيغل، ثم خبر في جريدة فرنسية، وآخر في جريدة إسرائيلية، وآخر يطلع من بيروت، وآخر من أي مكان في العالم. والمحكمة جامدة لم تقل حتى هذه اللحظات
من قتل او من نفذ ما هو السيد جورج سيد جورج شاهين، يعني هو ربما هذا ايضا ما يضيف من نقاط الاستفهام حول هذه المحكمة، على الاقل وفق منظور حزب الله. ولكن يعني ألا يكون ايضا حزب الله محقا عندما يقول يجب انهاء ما يسمى بمسألة شهود الزور ثم الانتقال الى المحكمة بدل العكس؟ يا عزيزي، يمكن أن يقال هذا الكلام بالمنطق السياسي، بالمنطق القضائي، بمنطق الكتب، بمنطق الدستور، بمنطق القانون، ليس هناك أي شاهد زور قبل صدور القرار الضمني. ماذا لو صدر القرار الضمني غدا عن المحكمة الدولية وتجاهل كل ما قاله محمد زهير الصديق أو زهير مراد أو أكرم شكيب مراد أو ميشيل جرجورة أو غيره؟ هل يمكن أن نعتبرهم شهود زور قبل أن تقول للمحكمة؟ ومن قال أن ما بعض ما ورد على لسان هؤلاء قد يكون في صلب القرار الضمني؟ الكلام هذا كلام سياسي خارج إطار القانون الدولي والمحلي وخارج كل أشكال القوانين. هذا كلام سياسي هدفه أبعد من شاهد زور، قد يكون أسوأ شاهد زور هذا الذي تحدث عنه حزب الله أو غيره. لكن هل يمكننا أن نقول قبل أن نقول الحقيقة، قبل أن نعرف ما هو القرار الضمني ليتبين ذلك إذا كان شاهد زور أم شاهد حق؟ كل ما هو حتى هذه اللحظة أن المحكمة الدولية عبر لجان التحقيق، ولا أقول لا المدعي العام ولا المحكمة الدولية، لنتذكر كانت هناك لجان تحقيق وقبل كانت هناك لجنة استقصاء معلومات، كل تلك المرحلة ذهبت مع أبطالها. هناك محكمة تقول اليوم ماذا تفعل، ولكنها حتى هذه اللحظة لم تقل شيئا، ولا يمكن منذ هذه اللحظة أن نحدد من هو شاهد الحق ومن هو شاهد الزور. عندما تسقط شهادات هؤلاء أعتقد أن من مسؤولية المحكمة نفسها أن تحاسبهم. يعني على كل حال سيد ميشيل عون، جدل على كل حال، هذا جدل بات جدل بيزنطي، يعني لكل قراءته، لكل منظومته السياسية والقانونية، وليس هناك من تفاهم حول هذا الموضوع حتى هذه اللحظة. القراءات، ما هذه هي ربما المشكلة الآن في لبنان، القراءات مختلفة ولكن التخوف واحد، الكل يتخوف من انفجار لبنان. والسيد ميشيل عون عندما يقول بأن حزب الله حذاري، بأن حزب الله قد يرد بعنف إذا ما يعني خرج هذا القرار الظني، والقرار الظني ربما سيعني اعتقال بعض عناصر حزب الله، يعني أن القوات اللبنانية هي التي تقوم بالاعتقال وحزب الله سيرفض، إذن سيحصل اشتباك، يعني انفجار. هذا هو التخوف. القوات اللبنانية هي التي ستعتقل، يعني القوات اللبنانية اللي هي قوات الجيش أو قوى الأمن الداخلي أم قصد القوات اللبنانية القوات الأمنية الشرعية؟ يعني من سيقوم إذن بالاعتقال؟ القضاء اللبناني، الجيش اللبناني، قوى الأمن الداخلي، كلها أجهزة رسمية. إذن بين حزب القوات اللبنانية والقوى الأمنية اللبنانية الشرعية. إذن سيكون حزب الله عزيزي. سيكون حزب الله، اسمح لي. كل هذا التساؤل جواب واضح وصريح. أول من طلع بهذه النظرية كان النائب وليد جنبلاط، عندما بدأ يبتعد عن 14 أدار طرح شعارا مهما قال فيه انسوا العدالة لنبحث عن الأمن. العدالة بالمنطق السياسي يعني الحقيقة، يعني إذا فتحنا كتب القانون العدالة ما تعني؟ العدالة هي الحقيقة. إذا قالت المحكمة الدولية الحقيقة سواء اتهمت حزب الله أو غيره، هل يمكن أن نستبدل الحقيقة بالأمن؟ لماذا لا يمكننا الحصول على الحقيقة وعلى الأمن؟ المنطق هذا يدين نفسه يا عزيزي. هناك قراءة سياسية للموضوع. الخيار الذي يوضع أمامه اللبنانيون اليوم بين الحقيقة والعدالة والأمن والاستقرار، يعني متى لتقل المحكمة كلمتها قبل ولتكشف ما لديها؟ من قال أن المحكمة ستتهم عناصر من حزب الله؟ من قال؟ أصر على هذا السؤال حتى هذه اللحظة. يقال اعترف اللواء جميل السيد بأنه كان من وراء من سرب الرواية إلى دير شبيغل في الجريدة الألمانية، وهي التي تتهم قيادات من حزب الله بهذه الجريمة، وبني على الشيء مقتضاه واتهمت أطراف عديدة بهذا الأمر. على كل حال، هناك أجهزة استخبارات، هناك يعني توجهات دولية كبيرة علينا أن نتنبه كثيرا لها، هناك أفخاخ يستدرج إليها اللبنانيون يوما بعد يوم،
تحول أشكينازي رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية إلى مراسل صحفي يطلع إلينا بين أسبوع وآخر ويروي رواية عن المحكمة الدولية. نعم. تحولت بعض الصحف الأوروبية بالأمس صحف أمريكية قبلها صحف ألمانية للروايات حول المحكمة الدولية. أنا على علمي يا عزيزي هناك عدد من لجان التحقيق تعمل. السيد بلمار يدير محكمة، الرئيس المحكمة سيد كاسيزي يدير محكمة. نعم. والنائب العام يشرف على عمل عدد من اللجان. هناك لجان تحقيق تعمل في الشأن السياسي، أخرى تعمل في الشؤون الجينية والفحوصات التي أجريت على موكب الرئيس الشهيد. هناك من يعمل على شبكة الاتصالات الهاتفية ويفك رموزها. هناك من يعمل على استقصاء المعلومات حول السيارة التي استقدمت من اليابان. هناك من يعمل خلاصة بعض المتهمين. سيد جورج، خلاصة القول، نعم، خلاصة القول أنه هذا القرار الظني للمحكمة قد لا يعني لن يتهم بالضرورة حزب الله، وإنما قد يأتي بمفاجأة لا يعلمها الجميع. هذا الذي أقوله. أقول أن المحكمة اليوم تعمل عبر لجان، وليس هناك أي لجنة تعلم ما تفعله الأخرى. نعم. هناك مهندس واحد لهذه اللجان اسمه دانيال بلمار. لننتظر كلمة بلمار ولنحاسبه. نحن أهل الضحايا. شكرا. ليس نحن أهل الضحايا. نعم. إذا لم يأتنا بلمار بتقرير ظني موثق ومؤكد وفيه معلومات دقيقة سنتنكر له قبل حزب الله وقبل العماد عام. ممتاز. هناك أمور دقيقة علينا أن نأخذها ونوفر على البلد المزيد من الخضات الأمنية وغيره. السيد جورج شاهين عضو المكتب السياسي لحزب الكتائب اللبناني من لبنان، شكرا جزيلا لك. ومن قال أن هذا القرار حتى لو صدر ضد حزب الله كما يقول السيد جورج شاهين، وهذا القرار لم يكن مدعوما بحجج وإثباتات على الأرض، سترفضه كل التيارات والأحزاب اللبنانية قبل حزب الله كما يقول السيد جورج شاهين. إذن الكل حريص على مصلحة لبنان، والكل حريص على الشفافية والوضوح والأصول إلى القتل الحقيقيين. لماذا إذن هذه الخشية لدى حزب الله؟ ولكن أيضا في المقابل، هل لدى حزب الله يعني معقولية وموضوعية فيما يقوله؟ يعني هناك جهات ربما دولية تريد تلبيس التهمة لحزب الله لأغراض سياسية كما يقول الحزب. إذن وأيضا على ماذا بنى ميشيل عون تصريحاته الأخيرة بأنه الحرير يعرف من قتل والده؟ إذا كانت هذه التصريحات دقيقة ومدعمة بشواهد وإثباتات، يعني كارثة. الحرير يعرف من قتل والده ولا يريد أن يشير إليه بالأصبع مباشرة. كارثة كوارث هذه لو كانت حقيقية. إذن ادلي بدلوك في هذا الموضوع. على كل حال هو متعرج الموضوع وذو جوانب عديدة بإمكانك أن تتناوله من الزاوية التي تشاء. نبدأ بأنيس من ألمانيا. مساء الخير أنيس. أنيس من ألمانيا. مساء الخير أستاذ صالح. مساء النور، أهلا بك أخي الكريم. إذا عرف سبب بطل العجب، أولا هل إلى هذه الدرجة تحرص أمريكا على دم الحريري؟ يا سيدي الكريم، ما هناك قتيل رشيد كرامي وقاتله يتجول في الأسواق في لبنان وهو سمير جعجع، ولم تقم له محكمة دولية، وقتل الرئيس ياسر عرفات وقتلته إسرائيل، وتعرف أمريكا ذلك بالتواطؤ معها، ولم تقم له محكمة دولية. يا سيدي الكريم، أولا اتهم سوريا 4 سنوات أو 5 سنوات، والأعلام جماعة 14 أذار والأمريكان والإسرائيليين وهم يشنون ويتهمون سوريا. ثم لما خرج الجيش السوري يريدون الآن أن يتهموا حزب الله. يا سيدي الكريم، لماذا لم يوجهوا ولو اتهام واحد للكيان الصهيوني؟ هل هو مبرئ إلى هذه الدرجة؟ الكل يعرف أن لبنان مستهدف. طب أنيس، مستهدف فيه مقاومته. أنيس، هذا المنطق معقول؟ لماذا لا تتهم إسرائيل؟ هذا كلام يذكره الجميع، يفترض أن تكون موجودة على الأقل في المشهد. ولكن أيضا اتهام مبدئي وفرضي، اتهام عناصر من حزب الله، لماذا لا يقبل حزب الله التحدي كما يقول البعض ويقارع الحجة بالحجة؟ هذا هو السؤال أخي صالح. هل لحزب الله مصلحة في اغتيال رئيس الوزراء الحريري؟ أين المصلحة في اغتياله؟ ماذا بينه وبين حزب الله يا الحريري؟ لا نتحدث عن المصلحة الآن، نتحدث عن أنه الآن هناك اتهام. لماذا لا يقول حزب الله أنا أقبل هذا التحدي وأنا عناصري أبرياء
وهاتوا دليلكم إن كنتم صادقين. أخي صالح، أنت لما وجهوا الاتهام إلى سوريا، هل قبل أن بأن هي التي اغتالت رئيس الحرير؟ فأنا أنت إذا قبلت من ناحية المبدأ بهذه التهمة فسوف تكال لك تهم أخرى يا سيدي الكريم. شكرا لك أنيس من ألمانيا. نأخذ أبو نسيم من بريطانيا. أبو نسيم مرحبا صالح، مساء الخير، أهلا بك يا أخي. حزب الله كان له رأي بهذه المسألة، تقول إنه حزب الله هيك له رأي بهذه المسألة ورفض هذه المسألة كلها. حزب الله والسيد حسن نصر الله قالها، هذه مؤامرة على لبنان ومؤامرة على فلسطين. هذول قاعد يضربون عصفورين بحجر واحد حتى يتامروا على اللبنانيين ويتامروا على الفلسطينيين المساكين. هذه مسألة كلها يا أخي، هذا مسألة كيف تراها مؤامرة؟ من أي زاوية تراها مؤامرة يا أخي؟ مؤامرة هذه المقاومة اللبنانية مستهدفة والمقاومة الفلسطينية مستهدفة، يعني كل هذه التقارير ما بتتكلم على إسرائيل وتتكلم على دعني عدم إدخال الأوراق في بعضها. دع المقاومة الفلسطينية لحالها الآن. حزب الله يقال بأنه لديه عناصر متهمون الآن فرضيا مبدئيا، لماذا لا يقبل هذا التحدي الكبير ويطلب من الآخرين أن يثبتوا هذه التهم؟ يا اخي اي تهم؟ انه كيف 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 حزب الله يقدر يتكلم مع هذه محكمه مسيسه، محكمه هذه مؤامره على حزب الله. مهما يعمل حزب الله ومهما يقول حزب الله انه التهمه لازم تكون عند حزب الله، وهذا القرار الظني انت غلطان يا صالح. راح يجي على حزب الله، لان المساله كلها هي حزب الله، لان حزب الله هو اللي شوكه بعين الصهاينه، وهذول هذا الحريري راح يهدمها، راح يهدم لبنان بهذا. ولكن ابو نسيم انا اقدر تعاطف الكثيرين مع حزب الله في العالم العربي، وهذا ليس سرا بما فيهم انت ربما، ولكن الان لا خيار امام حزب الله ربما كما يرى البعض. انا اقول يا اما انك تقبل هذا التحدي وتثبت انك بريء، والا ستدخل لبنان في دوامه ربما اكثر عنفا. يعني ما هو الخيار؟ ياخذها في دوامه، اذا حصروا حزب الله في زاويه ياخذها الى دوامه ولا جهنم. هذولي هم المشكله كلها، حزب الله وحماس، هم خليه ياخذها بدوامه. شكرا لك ابو نسيم من بريطانيا. على كل حال يرى ابو نسيم انه ياخذها في دوامه، يعني انه ندمر البلد. ولا اتهم انا، يعني لا اظن ولا اعتقد بانه حزب الله يعني مستعد للتضحية بلبنان حتى لا يضحي ببعض من عناصره، ولكن ليس هذا هو الخيار. ربما هناك خيار آخر ثالث، ربما يمكنه الوصول أو إقناع الآخرين بخيار ثالث، وهذا هو يجب أن ينصب الجهد يعني على بحث مخارج حتى لا تعود لبنان إلا قدر الله إلى حرب أهلية. علي من السعودية، مساء الخير. علي من السعودية، السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. أستاذ صالح طيب، أهلا بك. صالح، أنا أعتقد أنه حزب الله يعترف أمام العالم أجمع بأنه هو من قتل الحريري. لماذا؟ لأنه يرفض التحكيم من المحكمة الدولية. بهذا الشكل أعتقد أنه هو من قتل الحريري، لماذا لا يقبل؟ وهو يدعي أنه لم يقتل الحريري، فليثبت أمام العالم كله وأمام المحكمة أنه لم يقتل الحريري. وثاني أرجع الأخ الذي قبلي يقول بأن حزب الله ليس له مصلحة في قتل الحريري. الحريري هو أول شخص طالب بنزع السلاح من حزب الله، وهذا يعرفه الجميع. ولكن علي، أنا هنا أقول أنه طبعا نرحب بكل اتصال من لبنان أو من اللبنانيين خارج لبنان أو داخلها، لأنه ربما هم أعلم بخفايا هذه الأمور. ولكن أقول علي، يعني أيضا ما يطلبه حزب الله ليس مستحيلا. هؤلاء جهود الزور هاتوا بهم جميعا لنستمع لأصواتهم وشهاداتهم، ربما كانت تحت الضغط، ربما كانت تحت الإغراء بالمال، ربما كانت مزورة، لننهي هذه المسألة ثم ننتقل إلى ما تقوله المحكمة. لما لا؟ المحكمة الدولية لها معايير، لا يمكن الشرط على محكمة المتهم، لا يشترط على أي محكمة في العالم أنه يريد كذا ويريد كذا. المتهم يأتي أمام المحكمة لكي يثبت العكس. ولكن عندما أعرف أنا أقول من منظور حزب الله، عندما أرى بأن هذه المحكمة جاءت لتجريم خصوصا ووراءها جهات دولية متآمرة تريد التآمر على حزب الله
وعلى المقاومة في لبنان وتريد التآمر على سلاح المقاومة الذي يرهب إسرائيل، إذن من حقي أيضا أن أرفض، أليس كذلك؟ الآن العالم كله العالم يعتقد داخله أن السلاح هذا غير شرعي. من قال لك؟ وطالب أن الكتاب اللبناني سمير جعجع، وطالب الحريري، وطالب والسنة في لبنان، المسيحيين والنصارى كلهم طالبوا، قالوا يجب أن يذهب السلاح حزب الله تحت مظلة الدولة وليس في جهة معينة. إذن أنت يعني أنت انظر يعني أنت أيضا لك خلفية ضد سلاح حزب الله، فما رأيك بهذه الجهات الدولية أيضا ربما لها خلفية أكثر منك تريد التخلص من السلاح وتتذرع أيضا من جريمة اغتيال الحريري، ربما هي تتفق معك في هذه النقطة؟ ولم تأتي إلا بعد سنوات تحري وتحقيق. لا يقل ما هل يحق أن الذين يعملون في المحكمة أقبياء لهذه الدرجة فقط لأجل سلاح حزب الله؟ علي من السعودية والله أعلم. شكرا لك علي. أبو ربيع من العراق. أبو ربيع، السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. شكرا حبيبي، ممكن أشارك؟ أنت على الهواء، تفضل. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. تحياتي أستاذ صالح. أستاذ صالح راح أتكلم باختصار. أخي العزيز، مشكلة الشعوب وحكومات العربية نرقص لكل من يدق الطبل لنا حتى لو كان من عدونا. أخي العزيز، لو أي إنسان له ذرة من الدين أو الضمير يعرف أن كل شيء من تخطيط إسرائيل، وإسرائيل أو بالأحرى يهود من وقت الرصاصة كلها مؤامرات وفتن. وبالنسبة لقتل الحريري، أنا واثق من كل عائلته وأولاده وحتى اللبنانيين يعرفون أن القاتل ليس من حزب الله ولا من اللبنانيين، ولكن مع الأسف الشديد الحكومات العربية والشعوب العربية متعاطفين مع إسرائيل وما يتعاطفون لا مع حزب الله ومع الإسلام. شكرا، ممنونين. شكرا لك أبو ربيع من العراق. إسرائيل أنا معك، وكل من يتابعون الآن ربما معك، قد تكون إسرائيل متورطة، ولكن لا يوجد طرف ربما لبناني، وهنا المشكلة، لا يوجد طرف لبناني له حجة دامغة لا تقبل الشك. حتى الشرائط والصور والإثباتات التي جاء به حزب الله لم ترتقي لمستوى اليقين، ظلت في إطار طبعا بعض الشواهد ربما قد تأخذ بها المحكمة، ولكن إلى حد الساعة طبعا لم نستمع بتعاون بين حزب الله وهذه المحكمة حتى تعطى هذه الشواهد ليستفيد منها عمليات البحث والتحقيق والتحري وما إليه. عزام من ألمانيا، مساء الخير عزام. السلام عليكم يا أصدر. وعليك السلام ورحمة الله. أنا مشاركتي معك هذه الليلة لأني عندي اطلاع على الساحة اللبنانية ومكثت فيها أكثر من 8 سنوات. حلو، تفضل. الساحة اللبنانية صالح 95% من الاغتيالات كانوا على يد المتدين الإسرائيلي، و5% كانوا هناك تصفيات شخصية. أنا عايز أعرف هون الفترة الأخيرة هناك شبكات تجسس تم القبض عليها وكل العالم شافها. أنا عايز أسأل هنا رونو معوض رئيس الجمهورية اللبنانية مين اختاله؟ بشير جميل مين اللي اختاله لما طلب لبنان كل القوات الأجنبية تنسحب منها 10452 كيلو مربع كل اللي انسحب تم إسرائيل هم اللي قتلوه. جورج حاوي مالوش أصل أعداء لا من اللي معه ولا مع اللي ضد، مين تم اغتياله؟ أنا هنا السؤال تبعي هنا بالنسبة لإيه الإحداقة اللي هو تم مذبحة صبرا شتيلة، ولما طلبوه عملية كانوا يطلبون المحكمة الدولية شو قال إيه الإحداقة قبل اغتياله؟ قال أنا ممكن أفضح الإسرائيليين، تم اغتياله على طول. يعني الإسرائيليين هم اللي لهم يد يا أخ صالح، لا حزب الله ولا سوريا ولا أي شيء. يعني أنا 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 هنا ربما ليس النقطة التي نريد التركيز عليها ليس هل نتهم إسرائيل أم لا، ولكن ما هو الخيار الآن أمام حزب الله والتكتلات اللبنانية الأخرى للخروج بلبنان لا قدر الله من نفق مظلم؟ هذا هو السؤال. كيف يجب على حزب الله هذه الحركة المقاومة التي يحترمها الكثيرون في الساحة العربية وهو حزب يعني يوصف بالعقلانية والاتزان، الآن في هذه المرحلة الحساسة كيف يجب عليها أن يتصرف؟ يا صالح إذا ما قدروش ياخذوا من حزب الله
اللي ما قدروش ياخذوا بحزب الله في الحرب يعني ياخذوه الان، يعني عايزين يتهموا حزب الله وحتى دخلوا قوات دوليه ويقضوا على حزب الله، لان اسرائيل مش قادر تقضي عليه ولا كيف يعني. طب انا اسالك عزام، هو لازم يحمي نفسه طبعا يعني. انا اسالك عزام، غدا لو خرج هذا القرار الظني واتهم بعض عناصر حزب الله بالاسم، وذهبت القوات اللبنانيه لاعتقال هؤلاء، وحزب الله طبعا كان هدد على لسان السيد حسن نصر الله بانه سيقطع يد كل اي يد تمتد للقبض باحد عناصره، اذا سنجد حزب الله في مواجهه القوات الامن اللبنانيه. انا وهذه أنا المره أنا ربما تكون مواجهه مسلحه لا قدر الله. نعم، انا من عبر قراتكم هذه اللي احنا كلنا نحترمها، بنطلب من الشعب اللبناني ان يكون عنده صبر على كيف ويلتزم الهدوء. اما اذا تم فعلا اعتقال اعضاء من حزب الله او تم هجوم على حزب الله، فحزب الله له حق انه يدافع عن نفسه باي قوه، بالسلاح، بالكلام، باي شيء، وفعلا يقطع ايد اي انسان يتمد عليه. ولكن هذا رأي. ولكن يا سيدي هذا سيعني حرب اهليه جديده. لا، مش معنى يكون حرب اهليه جديده، هناك في طائفه يا اخ صالح، هناك اشخاص معينين هم يعني الشعب اللبناني صدقني كله ملزمين على المقاومه على حزب الله. شكرا لك عزام من المانيا. ابو عبد الله من السعوديه. ابو عبد الله من السعوديه للاسف فقدناه، نرجو منها نعيد الاتصال. احمد من الجزائر. احمد. ابو وليد من الاردن. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله. دقيقه لو سمحت يا اخ صالح. تفضل. كثره البدع للأسف في هذه الأزمان، وخاصة آخرها ما يسمى ببدعة القرار الظني التي أول مرة أسمع أنه يصدر عن محكمة من المحاكم. حقيقة مسكينة هذه الشعوب التي كتب عليها أن تكون حطبا لقرارات مؤتمرات ومؤامرات الدول الكبرى المستعمرة وعلى رأسها أمريكا وبريطانيا. فالقضية صالح من أساسها هي صراع بين هذه الدول، أمريكا وبريطانيا ممثلة بإسرائيل، من أجل التبعية المذلة لهذه الأمة ولهذه الشعوب وخاصة في هذه المنطقة. ولذلك أعتقد أن هذه القرار وراءه الكيان الإسرائيلي وأوروبا من ورائه بريطانيا خاصة. أبو وليد حتى توضح لي الصورة، إذا أنت تميل إذا إلى موقف حزب الله في هذه الحالة؟ أنا أقول بأن هذه المؤامرة هي وراءها أمريكا والكيان الإسرائيلي نيابة عن بريطانيا وأوروبا. ضد من؟ بريطانيا. ضد من سيدي؟ ضد من؟ أنا أقول لك لو سمحت. تفضل. إن الكيان الإسرائيلي يريد أن يشعل نارا في المنطقة لكي يدخل من خلالها لتنفيذ مخططها التي يرمي إلى غرب سوريا وإيران والمقاومة، ويكون له النصيب الأكبر في صياغة المنطقة بالتعاون مع بريطانيا. وأمريكا ستقف في وجه هذا المشروع حتى لا تدع فرصة لبريطانيا لكي تحقق مآربها التي تنتظرها منذ زمن، وأمريكا تقف في وجهها من حيث إشعال الحرب المدمرة في هذه المنطقة. هذه القضية، فإلى متى يبقى المسلمون ضحية لهذه المؤامرات؟ شكرا لك. شكرا لك أبو وليد من الأردن. يعني نريد شيء من التحليل، ليس يعني مجرد فكرة في عقل أحدكم يريد أن يصوغها في أي قضية، نريد شيء من التحليل والتعاطي مع القضية بشيء من الموضوعية. علي من تونس، مساء الخير علي. عسلامة. عسلامة يا علي. أهلا بك. عسلامة أخويا سارح. تفضل سيدي. والله يا أخي هؤلاء أناس متخصصون في تلفيق التهم وصناعة القلاقل والمشاكل في الدول، وليس غريبة عليهم باش يلفقوا تهمة لهذا أو ذاك. ما يعني يعني علي تقصد أنه المحكمة الدولية هذه تتآمر ضد حزب الله؟ لا، مش المحكمة الدولية، هو الغرب وإسرائيل والغرب بصفة عامة الآن رسمية. طب لماذا لا يقبل حزب الله بتحكيم اللبناني إذن على الأقل حتى يخرج من هذه عنق هذه الزجاجة؟ لماذا لا يشكلون لجنة تحقيق عربية مثلا؟ هذا مخرج أيضا. وهل يقبل بها حزب الله برأيك حتى لو اتهم أحد عناصره؟ أكيد يقبل، أكيد يقبل. أكيد يقبل. يعني في هذه الحالة، على كل حال علي، أنت كيف ترى واقع لبنان ومستقبله؟ يعني في حال والله
تفضل. والله أرى أن حزب الله هو له من الحكمة وله من الرسالة ومن العقل ما يمنعه من اتخاذ قرارات خاطئة، تصوروا ذلك. شكرا لك علي من تونس. كمال من إيرلندا، مساء الخير. كمال من إيرلندا. نعم مساء الخير. سنعطيك تريد تحليلا لهذا الوضع، وسنعطيك تحليلا، ولكن أرجو أن لا تقوم بتشويه وجهة نظرك عادتك بتعليقاتك يا سيد صالح. على كل حال يا أخي أشكرك على هذه اللباقة، تفضل. يعني أنا لا أشوه وجهة نظرك سيدي. أنت لبقتك كل مرة أنا أتصل، وأنت بعد أن أنهي مداخلتي تقوم بالتعليق عليها. نعم تشوه وجهة نظري كل مرة، وارجع إلى التسجيلات وستكتشف كم أنك تشوه. أنت مقدم برنامج ولست محللا سياسيا، لذلك يجب أن يعني أن لا تحاول تشويه وجهة نظر. اترك الأمر للمشاهدين والمشاركين يعلقون. أنت مقدم برنامج ولست محللا سياسيا. سيدي أنا صاحب البرنامج هنا وأنا أعرف كيف أقدمه. تفضل، تريد أن تشارك معنا تفضل على رحبي والسعة. تعطينا دروس في الأدب، شارك في مكان ثاني تفضل. الذين اغتالوا الحرير هم عشاق إسرائيل وعملائها في لبنان. وهم معروفون تاريخيا، الذين وهم يريدون أن يحافظوا على حصتهم الطائفية. أيوة. التي هي أكبر بكثير من حجمهم الطائفي والسياسي في لبنان. وطريقتهم للمحافظة على هذه المكاسب هي عن طريق تحالفهم التاريخي مع إسرائيل، والتي هي عدوة لبنان واللبنانيين الحقيقيين، وليس اللبنانيين الذين يعتبرون أنفسهم فينيقيين. أنا أعتقد أن حزب الله والمقاومة ستكون متهاونة كثيرا إن هي اكتفت بقطع أيدي الذين يريدون إلباسها هذه التهمة. أعتقد أن عليهم أن يقوموا بقطع رقاب كل العملاء والجواسيس بعد أن يقوموا بتعريتهم أمام الشعب اللبناني. يعني هذا هو التحليل، هذا هو التحليل الذي أتيت به، قطع الرقاب. يعني ستدخل لبنان في دوامة عنف يا سيدي أنت بهذا التحليل تبعك. يا أخي العنف يأتي عن طريق عملاء إسرائيل. هذا البلد مزروع بالجواسيس والعملاء. يعني هل تيار المستقبل كله من العملاء برأيك؟ يا أخي أنا لما سميت حدا أنت اللي عم تسمي الآن. يا أخي تيار المستقبل هو الذي يقول يعني أنه يجب المحكمة أن تأخذ مجراها. يعني فيه كثير من يا أخي أنا المرة تلو المرة المنظمات الدولية والمؤسسات الدولية تعترف أن القضاء اللبناني والجيش اللبناني هو عدم أثبت عدم أهليتهم عن طريق الجواسيس والعملاء. طب هذا ليس كلامي، هذا كلام منظمات مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة أمنيستي، هذه المنظمات كلها. طيب سيد كمال اسمح لي تفضل. أنا سأفترض جدلا، وهنا لست يعني أتهم أي طرف، وحزب الله طبعا معروف بسمعته طيبة في العالم العربي، ولكن أنا أفترض افتراضات. إذا كان هناك قيادي اكتشف منذ مدة أخيرة في التيار الوطني الحر بأنه عميل لإسرائيل، واكتشف عملاء كثر من تيارات أخرى وفصائل أخرى، لماذا لا يكون أشخاص متسللون داخل حزب الله متعاونون مع إسرائيل هم الذين قاموا بالاغتيال؟ ولا يعني أن حزب الله برمته متورط، ولكن عناصر بذاتها يفترض أن يقبض عليها. هذا الاحتمال لماذا لا يكون وارد برأيك؟ يعني أنت إذا أردت أن تفتح باب الاحتمالات لا ينتهي، باب واسع. ولكن المنطق يقول والعقل ومتابعة الأحداث والتحليلات، أنت طلب التحليل يعني معروف أن بين تيار المستقبل هناك قياديين من الرؤوس الكبيرة مثل أمثال سمير جعجع، قاموا باغتيال زعماء سابقين من أمثال رشيد كرامي، وهو الآن يصول ويجول، وهو الآن ولا أحد يعترضه ولا أحد يدافع عنه، وهو تم الإفراج عنه من دون هذا موضوع آخر. هذا هو صلب الموضوع، ليس موضوعا آخر. أنت سألتني عن يعني هذا هو في تيار المستقبل، وهو معروف وثبتت إدانته والأدلة دامغة لأنه كان متورطا باختيار رشيد كرامي، وهو الآن يستقبل ويتعامل معه كأحد. ولكن هل يعني إذا كان من اتهم في جريمة سابقة يصول ويجول في الشوارع، أن نترك الجرائم التي جاءت بعدها أيضا من ارتكبوها يصولون ويجولون في الشوارع أيضا؟ لا، شو أنت الآن تناقض نفسك يا صالح. أنا أقول أن أنا كما قلت على المقاومة أن تقوم بقطع أعناق وليس أيدي هؤلاء الجواسيس
الذين يريدون أن يعبثوا بأرواح. ولكن كمال كلمة واحدة، المقاومة يا سيدي ليست الدولة اللبنانية، الدولة هي التي تقوم بقطع الرقاب أو السجن أو البراءة، وليس حزب الله. حزب الله ليس الدولة ولا يوسف بها. أنت تعيدني إلى نفس وهذا ثابت، ومثلها مثل المحكمة الدولية هي مخترقة وقد أثبتت فشلها ومؤسساتها كلها مخترقة. شكرا لك كمال من إيرلندا. الدولة إذن مخترقة ومؤسساتها مخترقة، وربما فيها أيضا البلاوي الزرقاء، ولكن أيضا حزب الله ماذا عليه أن يفعل؟ هذا هو السؤال. نبيل من سوريا، مساء الخير نبيل. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. أرجو لك ولقناة الحوار. أهلا بك أخي. الموضوع ليس وليد صدف الآن، يعني يقول مثال: إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. بالنسبة للشيخ سعد، إذا لم يعرف من قاتل أبيه فهذه مشكلة كبيرة. الشيخ سعد ونحن في سوريا على قناعة، ومن زمان نعرف من قتل والده. إذا بحثنا بالأمر مضبوط يا أخ صالح، في منذ عدة أشهر أو منذ سنوات السيد جمال خاشقجي، ومعروف من هو جمال خاشقجي، مستشار الأمير بندر بن سلطان، على أحد الفضائيات قالها بالحرف: على سوريا أن تصلح موقفها باغتيال الحريري، على سوريا أن تصلح غلطها باغتيال الحريري. معروف بندر بن سلطان من هو، عميل للمخابرات الإسرائيلية، عميل للموساد. لا يعني أرجوك لا تجرم أو يعني تكيل التهم لأشخاص على الهواء مباشرة وبالاسم، وليس لديك إثباتات، ولا أيضا هذه الأشخاص حاضرة معنا حتى تدافع عن نفسها. كيف اتهمونا يا أخ صالح؟ كيف اتهمنا جمال خاشقجي باغتيال الحريري؟ كان عنده دليل وقت اللي اغتالنا، وقت اللي اتهمنا. أنت تقول بأن سوريا تعرف من قتل الحريري. من الذي قتل الحريري؟ من اللي قتل الحريري؟ هم الخائفون مما يدعى المد الشيعي في المنطقة. من هم؟ بندر بن سلطان، أو في الزمان سيكشف. أقسم بالله العلي العظيم، إن لم يكن بندر بن سلطان وراء اغتيال الحريري، سأنا أتحمل مسؤولي. يا سيدي على كل حال، على الهوى تكيل التهم هكذا، وما هي حجتك في ذلك؟ يا أخ، فقط لأنه يخاف من المد الشيعي؟ يا أخ صالح، الموضوع أكبر من هيك كثير. ليس هناك طريقة في العالم للقضاء على حزب الله والقضاء على المد الشيعي إلا بفتنة كبيرة، باغتيال رجل من طائفة السنية يشكل رمز. وما حدث كان بتخطيط وتدبير مما ذكرت بالمشاركة مع الموساد، لأن في هذه الطريقة يمكن أن يقتل حزب الله، يمكن أن يتهم. ما تبرير اتهام 4 ضباط لخمس سنوات؟ إذا قلت لك فرضا أني أنا أيضا ضد الامتداد الشيعي في المنطقة السنية، هل أكون أيضا متهم في اغتيال الحريري؟ هناك مخطط يا أخ صالح، لا نجمل الأمور كلها في بعضها. هناك مخطط كبير بقي في المنطقة العربية، سوريا وحزب الله والمقاومة الفلسطينية، في وجه الصهيوني، في وجه الاحتلال الإسرائيلي. نبيل من سوريا شكرا جزيلا لك. على كل حال، حزب الله وبندقيته النظيفة كما يصفها الكثيرون في المنطقة العربية والإسلامية، هذا كلام معروف للكثيرين، ولكن الآن يبدو أن الخيارات باتت جد محدودة. يا أما أنك تقبل بالتحدي أو أن تواجه أي خطوة للقبض على بعض عناصرك، وهنا المحك. أبو السعود من السعودية، مساء الخير أبو السعود. أهلا، مساء الخير. مساء النور، كل عام وانت بخير إن شاء الله. وأنت بألف خير، تفضل. وجميع المشاهدين، أنا بس لي شوية تعليقات بسيطة حسب قراءاتي للأحداث اللي أراها في الفترة الماضية. طبعا المستفيد الأول أنا أراه هو أمريكا وإسرائيل، والهدف تفتيت طبعا لبنان، لأنه لهم مصالح في لبنان أن يبقى هكذا. الشيء الثاني بالنسبة لحزب الله، أنا أتوقع أنه نزيه جدا أنه يدخل في اغتيالات من هذا النوع. الفريق حزب الله وعلى رأسهم السيد حسن نصر الله، يعني أنا أعتقد يتعالى بأخلاقياته ودينه والحزب اللي يحكمه الآن أنه يدخل في اغتيال بهذا الشكل، وهو حريص كل الحرص. ما رأيك بالفرضية التي افترضتها أنا قبل قليل؟ أنا أقول فرضية وأكرر حتى لا يسيء أحدهم فهمي، ربما يحملني يوما ما لم أقل. الفرضية أن يكونوا أشخاص مندسين داخل حزب الله، وليس قرار حزبي، ليس قرار من الحزب، ولكن أشخاص مندسين، ربما يكونون عملاء كما كان أيضا شخصية كبيرة في التيار الوطني الحر
برئاسة ميشيل عون اكتشف عملته مؤخرا. الفرضيات جائزة، لكن أنا أتصور أنه دفاع حسن نصر الله كقائد للفريق هذا مستحيل أنه يدافع بهذا الشكل، وهو يعلم أنه هو اللي في عنده أطراف من حزبه دخلوا في العملية هذه الاغتيالية. ثم عندي نقطة ثانية، الفريق يعني ما عمري شفت أنا أحد تكلم عن مساءلة أو أخذ بعض البيانات والمعلومات من أهل القتيل، يعني زوجة القتيل، أولاده، اللي دائما لما يقتل إنسان يسألون يقولون من تتهمون أنتم، من لأن الشهيد رفيق الحريري الله يرحمه لابد أنه كان يشعر بهناك بمخاطر قبل اغتياله، فلابد أنه يكون يعلم، أنه يكون علم زوجته، علم عياله، علم أصدقائه الحميمين أنه هناك خطر يداهمه مثلا من هذا الفريق أو من هنا أو من هنا. فهذه المساءلة أنا ما شفتها ولا عمري شفتها طرحت في التلفزيون، التلفزيونات اللبنانية، أنه تسأل الزوجة الأولاد بكل صراحة وشفافية هل تتهمون أحد أو عندهم معلومات قد تفيد الاستقرار في لبنان. طب أبو السعود، بماذا تنصح كل التيارات اللبنانية الآن والقرار الظني؟ الكل ينتظر في هذا القرار الظني، والقرار الظني لا أحد يعلم بأي صياغة سيصدر. والله أنا أتمنى أنهم يجلسون ويتحاورون بهدوء وبحكمة وعقلانية، وأنا أشعر أنه فريق حزب الله يعني ناس يخافون الله، يعني من أحاديثهم ومطالعاتي لهم الحقيقة ناس يعني راكزين جدا في تصريحاتهم، وهم حريصين على استقرار لبنان، ما لهم أي هدف في اغتيال الحريري. بعدين هو واحد من قادة حزب الله اغتيل قبل فترة في سوريا كمان عماد مغنية. وهناك فريق كبير اغتيل في لبنان، لم نعلم ولم أحد يصرح من اغتيال ذول الأشخاص، كمان بقيت كمان مبهمة والملفات ذي مقفلة. ليش؟ ما في أحد يجاوب على الأمور هذه. أبو السعود من السعودية أشكرك. تسلم يا صالح، كل عام بخير. وأنت بخير، شكرا لك. أبو ثامر من بريطانيا، مساء الخير أبو ثامر، أين أنت يا أبو ثامر؟ يلا يلا تفضل أنت على الهواء سيدي. طيب مرحبا، أهلا بيك. الحقيقة يعني إذا بتسمح لي بس علق على ما قاله من سبق. ألو، تفضل أنت على الهواء، تفضل. طيب يعني لا شك بأنه هناك يعني لا شك أن أمريكا ولا شك أن إسرائيل تسعى إلى يعني الإحاطة بحزب الله وإزالة صورته وإزالة قوته، ونحن ندري ذلك، ونحن يعني من أنصار حزب الله في كل المواقع. ولكن يعني أنت من أنصار حزب الله، ولكن هل أنت أيضا من أنصار العدالة؟ نعم، نحن من أنصار هذا ما أود أن أقوله، أنه هناك احتمال أن يكون حزب الله، لأنه ليس هناك أحد منزه يعني، ويعني المصالح قد تفترض في وبالتالي ما المفروض أن يفعله حزب الله؟ مفروض يعني أنه ما مفروض حزب الله، لكن هناك احتمال أن حزب الله قد يكون قتل الحريري، وأنا أقولها. وهناك يعني هناك يعني سؤال حول الموضوع اللي ذكره من قبلي حول الشهيد عماد مغنية. السيد عماد مغنية عندما قتل يعني أنا بتذكر أنه زوجته اتهمت سوريا في قتله، وأيضا وعد وزير الخارجية السوري بأنه سوف يفتح تقريرا في سوريا، وكنا ننتظر نتائج التحقيق. كذلك حزب الله قال كذلك، ولكن كلاهما لم يأتي بذكر أبو ثامر بريطانيا شكرا لك، اعذروني فقط نصف دقيقة في هذين الخبرين عن الأخبار التي اخترتها الليلة. حماس، حركة المقاومة الإسلامية حماس، تنفي التخطيط لاغتيال محافظ مدينة نابلس. عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس محمود الزهار قال إنه ليس من سياسة حماس استخدام هذا النوع من العمل، وإنها لم تعتمد هذا المنطق سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، مؤكدا أن سلاح حماس موجه للاحتلال الإسرائيلي فقط. وأشار الزهار إلى أن هذه الأخبار هي محاولة لتبرير هروب
حركة تحرير الوطن الفلسطيني فتح من المصالحة الوطنية كما قال، ولتبرير مزيد العدوان على أبناء حماس في الضفة الغربية. ودعا الزهار إلى وقف سياسة المطاردة والاغتيال التي تمارسها السلطة الفلسطينية ضد عناصر حركتي حماس والجهاد الإسلامي في الضفة الغربية. خبر رياضي استغربت منه أنا شخصيا، بوتسوانا، من يعرف بوتسوانا أين توجد؟ على كل حال هي في أقصى جنوب إفريقيا، يعني هي شمال جنوب إفريقيا ولكن في أقصى جنوب القارة الإفريقية، بلد بسيط صغير الموارد والإمكانيات، وإن كان حقق قفزة يعني نوعية في معدلات التنمية في السنوات الأخيرة رغم ابتعاده عن السواحل والبحار وما إليه وضعف موارده، ولكن 1,900,000 مواطن فقط حققت انتصارا على الفريق المنتخب الوطني التونسي ذهابا وإيابا بالنتيجة ذاتها 1-0. هذا يضع نقاط استفهام حول الكرة التونسية وعلى الأقل المنتخب التونسي إدارة وإشرافا وما إليه. هزيمة أنا أعتبرها هزيمة ثقيلة في الحقيقة ذهابا وإيابا من فريق من دولة تعتبر بسيطة جدا في عالم كرة القدم. أعود إلى موضوع الليلة. أبو علي من العراق، مساء الخير أبو علي. أبو علي من العراق، تفضل يا أبو علي. هلا مرحبا، أهلا بك يا أبو علي، تفضل. طبعا أنا مع الدولة اللبنانية في فرض هيبتها وسيادتها على كامل التراب اللبناني وعلى كامل القرارات والقضايا اللبنانية. وحزب الله ليس حركة مقاومة، حزب الله جزء من أو ليس جزء من المشكلة. حزب الله أكبر مشكلة في لبنان، من قضى على التراث المدني والديمقراطي في لبنان هو حزب الله. أرجوك يا أبو علي، أنا 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 لا أصادر موقفك، ولكن أرجو في هذا البرنامج أن تكون هناك مشاركات فيها شيء من التحليل والموضوعية وبعيدة عن الحياز لهذا الطرف أو ذاك. يعني أنا أرفض صراحة أن يأتينا واحد بفكرة مسبقة ويحاول فرضها على البرنامج. اتفضل واصل سيدي. ليست فكرة مسبقة، وكلامك عن أنه إذا في حالة الدولة اللبنانية حاولت في مستقبلا القبض على شخص سواء كان من حزب الله أو غير حزب الله سوف يسبب ذلك مشكلة أو كارثة أو حرب أهلية، فهذا لا يتحمل الدولة اللبنانية، لا يتحمل حزب الله. ومن يتحمل حزب الله وحركة مقاومة فليقولوا لي بأي منطق حزب الله يمنع المسيحي والسني والدرزي من المقاومة؟ هذا حزب باطني إيراني انسلت جرائمه إلى خارج لبنان. شكرا لك أبو علي من العراق، خرجتنا من خارج الموضوع. أنا لست مدافعا ولا متحدثا باسم حزب الله، ولكن أيضا الخروج بفجاجة هكذا عن موضوع الحلقة وتريد أن تتهم وتجرم حزب الله، يعني هذا ليس الموضوع. الموضوع في اغتيال الحريري الآن، اغتيال الحريري، كيف تتصرف التيارات اللبنانية الآن في هذه المحنة. محمد من السعودية، مساء الخير محمد من السعودية. محمد من بريطانيا، محمد من بريطانيا. السلام عليكم أخ صالح. وعليك السلام، أهلا بك. بدي أحكي بس أنا بالنسبة للموضوع، هو المسألة أكبر من هيك. فإذا رجعنا للماضي أيام كونداليزا رايز، أرادت أمريكا أن تغير في الشرق الأوسط، بدها تخلق فتنة سنية شيعية لتفتيت الأمة العربية. وإحنا بنعرف أنه حزب الله والسيد حسن نصر الله بحكمته لا تدفع إلى التصرف بغير بدون عقل بغير عقلانية متزنة. طيب كيف سيتصرف في هذه الحالة؟ في هذه الحالة الحريري السيد حسن نصر الله هو كيف سيتصرف؟ أنا متأكد إنه سيتصرف بعقلانية ولن يخلق فتنة وسيمرر هذه الفتنة، لأن هناك فتنة. يعني أنا سأعود بك إلى الفرضية السابقة، لو ذهبت القوات الأمن اللبنانية بعد قرار ظني من المحكمة لاعتقال بعض عناصر حزب الله، كيف سيتصرف حزب الله برأيك؟ سيتصرف حزب الله بكل حكمة كما تصرف أيام كما تصرف في الماضي. شكرا لك محمد من بريطانيا. منهل من بلجيكا، للأسف لم يتبقى وقت لمنهل، نعتذر من منهل ومن أبو من محمد أيضا، معنا اتصال آخر من محمد، أعتذر منهم جميعا وكل من حاولوا الوصول إلينا للمشاركة في حلقة الليلة. علنا لنعود طبعا إلى هذا الموضوع
في قادم الأيام. في ختام هذه الحلقة أشكر كل من شارك معنا الليلة، الشكر بالتأكيد موصول أيضا لمن اكتفى بمتابعتنا. استودعكم الله.